ديالكم على التصريح الاخير ديال الطالب الاعلامي اللي قال انتم مرض، ردا على ما تفوه به ولم يقل بان الواحد في منصب وزاري او في منصب رئيس برلمان ليته سكت، لانه كان لازم عليه انه يقول كلام جيد لا يتفوه به بكلام فاقد. ولوقيت اللي كيقول على ان المغاربه مرض هو الله يشافيه، لانه كيف وصل الى الحكومه؟ صرح اخيرا بكيرا انه كان يتصل به ويطلب منه يقول له خصك ديرني وزير. هذه خصنا الناس يعرفوها، يعني نط على المناصب ووصل ولا كيتفوه. وهذا هو من المدرسه ديال الخنوشيه، اذا كان ممكن نسولوها، لان هذا قال ربي المغاربه وهذا قال راهم مرض الله يشافيهم، ويبنيو الناس شي مستشفى ديال هاد الناس تاع الصمت، يكتبوا عليه مستشفى الصمت باش ما نعاودوش نهضروا باش ما نطيروها لهم تيبقى يكريتيكو فينا. الطالب الاعلامي لم ياتي الى الوزاره والى قبه البرلمان بشيء يذكر الا مشاكله الكبيره والواضحه. عنده مجموعه من الملفات في المحكمه، اولا شبه لا اريد ان يتبع، يعني تنقول انه نصاب من خلال الافعال اللي دارها، ولكن نصب على المواطنين باش صوتوا عليه، وطلب من رئيس حكومه سابق كيقول له علاش انا ما ديرنيش وزير، والكلام على بن كيران هو قالها وهي موجوده الان مسجله. اما الله يشافينا باغي يداوينا، وسيدي حنا يداوينا غير بكورونا ومجروحين وكذا، وعليه ان يرحل هو قبل اخنوش، لان اخنوش في منصبه تغول كما نقول هذه بالدارجه على المواطنين، ولم يقم بشيء يذكر منذ ان جاءت به صناديق الاقتراع المشكوك فيها حسب ما يقول الناس انها مشكره، ولكن على الاقل هو في منصب وزاره، يعني رئيس حكومه يقول كلام ونردوا عليه. اما الطالب العالمي كريشه في مهب الريح طائشه، لم يقم باي شيء على مستوى الدوله، فقط انه عايش ومخلو الدولة، عليه أن يرحل قبل أخنوش. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.